السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بجميع الأساتذة المتدربين أهلا بكم كما سبق لي وعدتكم أن غيكون واحد الفيديو على تقرير التدريب الميداني متفقين لكم صيب فيديو على كيفاش نصيب تقرير التدريب الميداني متفقين وقلت لكم نماذج متفقين مرحبا ألف مرحبا إذا قبل ما نبدأ ما تنسوش إعجاب بالفيديو اللي عجبو الشرح وفهم اذا إيه اللي عجب بالفيديو متفقين كنبغي نوصل لكم يعني ولو شويه المهم هو ان يوصل يعني واخا بعض المعلومات تاخذوا غير بعض المعلومات داك الشيء اللي فاهم كنحاول انني نوصلو لكم يعني باي طريقه نشرحو الدارجه باش ما بغيت نشرح نشرح المهم هو الفكره توصل متفقين وما تنساوش شي تعليق غير باش نشوفو ان راه كاين متابعين باش نزيدو نكملو ان شاء الله متفقين وما تنساوش الاشتراك في القناه اذا على بركه الله ما نطولوش نبداو اذا كيما قلنا تقارير التدريب الميدانيه اذا كيفاش غصيب التقرير الى غير ذلك هذا هو عنوان الفيديو ديالنا متفقين اذا اذا المحاور اللي خاصهم يكونوا في تدريب التقارير التدريب الميداني اول حاجه بطاقه في المؤسسه التدريب بعض يا استاذ كيفاش بطاقه في المؤسسه التدريب غنقول لك النهار الاول ملي غتمشي غيكون واحد الاجتماع مع مدير المؤسسه ملي غيكون الاجتماع غتاخذ معلومات هذه المعلومات كل ما يتعلق بهذيك المؤسسه التدريب واحد نبغه تاريخيه عليها ناخذ واحد الصوره ديال المؤسسه المؤسسه غنوضع المديريه التي تنتمي اليها الاكاديميه الى غير ذلك تفقين غنهضر على الموارد البشريه هيئه التدريس العدد الاساسي تفقين الا إيه كان ثانوي غنهضر على نهضر على داك الشيء بالثانوي يعني الاساسي الاساتذه عدد نهضر على كذلك المراقبين الى غير ذلك متفقين على حساب كل مؤسسه شنو يعني الـ الـ كما نقولوا الموارد البشريه تفقين المهم هو اهم حاجه اهم حاجه قلنا بطاقه وصفة لمؤسسه الدريب واحد النبذه المؤسسه يعني في تحت اول موسم دراسي عندها الصوره حداها المديريه اللي ليها الاكاديميه متفقين كذلك غنصايبوا واحد الجدول عدد عدد الاقسام والحجورات الدراسيه اللي كاينين في المؤسسه المرافق الصحيه المطاعم اللي كانت متوفر متفقين اي حاجه متعلقه بالمؤسسه غندير واحد الجدول وغنصايب شحال الاقسام بالارقام تكشيكم بالأرقام الارقام متفقين ونمشي ثاني الموارد البشريه هيئه التدريس شحال من استاذ عندنا بالنسبه للابتدائي غنشوفوا الاساسي اللي عندنا نشوفوا التخصص واش مزدوج واش لغه عربيه وتفقين وكذلك غنشوفوا على حسب عدد الذكور الى ذلك عدد الاساتذه الذكور عدد الاساتذه الاناث غنشوفوا كذلك عدد التلاميذ يعني عدد على حسب مستويات عدد الاقسام على حسب المستويات هادشي كامل غنحط لكم واحد البطاقه واصفه للمؤسسه في مجموعه ديال الواتساب وعلى الصفحه ديال الفيسبوك متفقين كيفاش كنصايبوا الجدول ديال هادشي متفقين يعني جميع المعلومات المتعلقه بالمؤسسه مفهوم هذا بالنسبه اللي بغى بطاقه واصفه للمؤسسه غنحطها في الصفحه ديال الفيسبوك وغنحطها في مجموعه الواتساب مرحبا بكم اذا ثاني حاجه وهي بطاقه واصفه للوثائق التربويه اذا الوثائق التربويه واحد في الوثائق التربويه يعني جدادات توزيع سنوي توزيع مرحلي الى غير ذلك هذه البطاقه واصفه الوثائق التربويه راه حتى هي غنحط لكم نموذج متفقين نموذج البطاقه الواصفه الوثائق التربويه غنحط على الصفحه الفيسبوك وغنحطها ان شاء الله في المجموعه ديال الواتساب متفقين باش تستانسوا بها كذلك بطاقه واصفه الوثائق الاداريه متفقين غير بالنسبه للترتيب غنديروا بطاقه واصفه للوثائق الاداريه من بعد بطاقه واصفه للوثائق التربويه بالنسبه لهذه البطاقه واصفه للوثائق التربويه وبطاقه واصفه للوثائق الاداريه راه غنحط لكم نموذج الوثائق التربويه راه نموذج كاين غتسالوا به وكذلك بطاقه واصفه للوثائق الاداريه حتى هو النموذج كاين غتسالوا به داكو مزيان كذلك بطاقه واصفه لدور ال... دور ومهام مدير المؤسسه إذن غنشوفوا مهام وادوار مدير المؤسسه حتى هي بطاقه واصفه متفقين وكذلك بطاقه واصفه لبعض ادوار التربوي للاستاذ إذن علاش هذا الشيء كامل باش تعرف انك جيتي مؤسسه تدريب خاصك تاخذ معلومات جيد يعني عندك تدريب ميداني خاصك تاخذ معلومات وهاد المعلومات الى خديتيهم كن اكيد بانك خديتي واحد 60% ولا 70% لان هاد المعلومات مهمين ملي كتعرف الوثائق الاداريه والوثائق التربويه راك راك خديتي معلومات اللي هما معلومات عن أخذهم واحد نسبه 50% وملي كتولي عارف الدور ديال المهم مدير دي المدير مؤسسه والمهام ديال مدير المؤسسه وتولي عارف الدور ديال الاستاذ والمهام ديال الأستاذ راك خديت واحد بورسونتاج كبير إذن هنا راه تدريب وفي نفس الوقت عندك الشق النظري حتى وليت عارف يعني الوثائق التربوية وثائق إدارية والمهام وأدوار المدير ومهام وأدوار الأستاذ انت الشق النظري وليت نتمكن منه عن طريق التدريب المدني كذلك متافقين إذن شوف التدريب المدني شحال من معلومة كتجمع مزيان ندوزو ثاني ونشوفو أهم حاجة ثاني شنو خاص يكون في في التقرير اللي غنصيب تقرير التدريب الميداني متفقين مزيان اول حاجة ملي كتمشي للمؤسسه كتجمع هذه المعلومات في الاول بطاقة يعني باش كتصايب ديك بطاقه وصف المؤسسه الوثائق التربويه الوثائق الاداريه مهام وأدوار المدير مهام وأدوار الاستاذ مزيان من بعد كيجي واحد القسم مسند اليك اذا ملي كتمشي كيكون أستاذ مرشد او استاذ على حسب حنا نقولوا استاذ مرشد اللي كتدخل عنده تافقين النهار الاول كتحضر الحصه من بعد الغد ليه كيقول لك راه غدا عندك هذا الدرس عليه التخطيط من الاحسن من الاحسن اسمع من الاحسن ان يكون عندك درس في التدريب الميدانية بالنسبه للجداده صايبها بايديك كتبها وداكشي اللي غتكتبو غتطبقو التدبير ديالو في القسم ان شاء الله هذاك التخطيط اللي كتصايب ها تخطيط جداد وشيتي القسم اش درتي درتي التدبير تعبقين. وشوف الحصه اللي عندك واش عندك تقويم ولا دعم ولا حصة ديال تقديم الدروس الى غير ذلك كل واحد شنو غيكون فيه وإنا اسبوع و... الى غير ذلك متفقين مزيان هنا شنو خاصني اشنو خاصني نجمع في في يعني خلال انني ندخل القسم وغنبدا نقدم الدروس شنو خاصني نجمع كيكون عندك توجد تقرير على حنا غنشوف اول حاجه تخطيط الدروس من دروس القسم المسند اليه في في هذه المحطه يعني محطه التدريب ان داك التخطيط اللي وضعتي حتى هو كتخليه يعني اللي كتبتيه بيديك هذاك التخطيط الجداد اللي كتبتي هذيك الجداده كتخزنها حتى هي كتبقى في تقرير التدريب الميدانيه جميع الجدادات اللي خدمتي بهم في ديك المحطه ديال التدريب متفقين ماشي غير جداد ديال الدرس ولا يعني ومن الاحسن بالنسبه للتدريب الميدانيه تشوف جميع المستويات يعني شوف شحال ديال الوقت عندك تدريب الميداني تخدم في جميع المستويات وتح... وتحاول انك مثلا دخلتي عند استاذ مثلاً, مثلا ديال اللغه العربيه الا كان عندك غير مكون مثلا مكون القراءه ولا تستانس تسولو على المكونات الاخرين وتشوفهم المراحل كيفاش كيكونوا متفقين حيت الجداد كما كنقول لكم فهمها وما تحفظهاش فهمها وطبقها لانك ملي كتفهم الجداده وكتطبق كيولي كتولي غادي خدام خد ما كتبقاش تشوف الجداده كتولي ديك الجداده غير كتصايبها كتحطها ولكن انت راك وليتي ولاد الجداده في راسك وليتي عارف المراحل وليتي عارف المده ديال كل مرحله صافي استنتي بيدك الجداده راك وليتي صافي ديك الجداده في الدماغ ديالك داكشي علاش كنقول لكم ديما فهم وما تحفظش وطبق فهمت شي حاجه دير تطبق ديالها باش تبقى عندي في الدماغ كل ما طبقتي بزاف واحد الخدمه كل ما كتعقل عليها متفقين ما نطولش في ثاني حاجه كما قلنا يعني بالنسبه للنقطه الثانيه راه التخطيطات المختلفه وضعيات التعلم اذا يعني ذوك الوضعيات التعلم تخطيط الوضعي التدبير ديالو حتى هما غتخلي التخطيط ديالو خاصك ضروري توضعو في التقرير ديال التدريب الميداني متفقين تدبير وضعية التعلم باستعمال الإمكانات المتوفرة على يعني التدبير غتحاول تصايب واحد التقرير على كيفاش دازت هذيك الحصة من درتي التدبير ديالها تقرير عادي تاريخ عنوان الدرس اللي قدمتي كيفاش كان الدرس كيفاش كان التفاعل أشكال العمل اللي خدمتي بيهم المدة الزمنية تقريركم يكون بسيط أو سطرين يعني ما فيش شي حاجة تفقيع تقدر تصايبها جدول ماشي مشكل يعني جدول اشكال العاب اللي الى غير ذلك كيفاش كان يعني يعني المتعلمين كيفاش تفاعلوا معاك الى غير ذلك متفقين ثالث النقطه الرابعه تعبئة الشبكه تتبع ودراسه الدرس كتكون واحد الشبكه يعني هذيك الشبكه ملؤوها حتى هي هذيك الشبكه اللي غيعطيوكم انكم تملوا حتى هي غتكون خاصكم ضروري تكون عندكم في التقرير يعني ملي تعمر نخشدها هذه الشبكة نوضعها مع التقارير التدريب الميدانية متفقين كذلك تحليل ممارسة الفصل وممارسة مع الأساس اللي معايا المتدربين اللي معايا في مجموعة تحت إشراف مدير المؤسسة حتى هي كتخليها عندك مع التقارير التدريب الميداني تاليك تدبير أنشطة التعلم تدبير هدرنا لي يعني وفق المكونة ديداكتيكيوري بيداغوجيات تحليل ممارسة هذيك غير تعودت اعتذر آه كذلك تقديم الاستاذ المدرب تخطيط للدورة الاستاذ المرشد ملي كنجيب انا واحد التخطيط جداده ولا توزيع السنة شوف الاستاذ الاستاذ المرشد اشنو هو قال لي صعيب هذاك الشيء ملي كنبدا نناقش معاه هذاك المناقشه اللي كنناقش معاه وهذاك وهذاك يعني التوجيهات اللي كيعطيني والمعلومات اللي كيقدم لي كنحاول ندير واحد التقرير راه اليوم الفلاني يعني نهاء التاريخ آه قدمت الاستاذ واحد النموذج لتخطيط واحد الدرس وعطاني بعض الملاحظات من اهمها الى غير ذلك متفقين وكنوضع واحد التقرير متفقين على هذه كذلك تقديم بطاقه تضمن بعض انواع التعثرات مثلا ج... كنتي في القسم اللي عندك فيه التدريب وجاتك في... يعني الحصه ديال التقويم و... وكنتي باغي تكشف يعني الكشف عن التلاميذ المتعثرين اذا وجدتي واحد التلاميذ المتعثرين ودعتي واحد الجدول ياك ديال التلاميذ تاع اذا تما كتقدم بطاقه للاستاذ المنشد وتقول لي هل هاد التلاميذ المتعطرين كذلك توضع واحد الخطه ديال الدعم هادوك الاسماء ديال المتال ديال التلاميذ المتعثرين وهذه الخطه ديال الدعم اللي حتى هي غديرها مع يعني مع الوثائق اللي في التدريب الميداني التقرير التدريب الميداني متفقين هادشي كامل كتحاول يعني حتى حاجه انت مشيتي للتدريب باغي تستافد كل شيء غتخزنو في التقرير تدريب ميداني باش الله تبقى خدام بيه دائما في اي حاجه غتلقاه فيه يعني تما كتاخد معلومات كت يعني كتستانس بالقسم الى غير ذلك ايه بالنسبه للنقطه ديال أنشط تدبير انشطه التعلم والتقويم كذلك الى جيتي تدبير انشطه التقويم يعني كيفاش كتكون التدبير ديالها حتى هي وضع على تقرير صحيح إنتاج المتعلم واستثمارها اذا وضع تقرير على تصحيح انتاج على اليمين آه يعني كيفاش درت الى غير ذلك واحد التقرير متفقين اقتراح انشطه الدعم انشطه الدعم في اطار المعالجه البيداغوجيه اذا هذه هذه الانشطه اللي اقترحت ديال الدعم في اطار المعالجه حتى هي لها تقرير وشنو نعمل الانشطه اللي وضعت اذا بخلاصه قلنا اسمع بخلاصه بلا ما نطول عليكم في الهضره بزاف بطاقه واصفه للمؤسسه غنعطيكم نموذج كيفاش تقدروا بطاقه وصفة في المؤسسه راه غتكون في المجموعه ديال الواتساب ولا صفحه الفيسبوك هادشي كنقول لكم كذلك حيت علاش آه ك... مابغاش نضع لكم في الفيديو عندي نموذج التقرير تدريب ميداني ولكن لو عطيتو في الفيديو انا غي... غيوصل واحد 30 دقيقه ولا 40 دقيقه وانا كنقرا فيه متفقين داكشي علاش غنوضع عليكم نموذج التقرير على صفحة ديال الفيسبوك متفقين وعلى المجموعه ديال الواتساب متفقين مواكبه الاسئله المتدربين فهمتيني باش تستأسوا به وباش تخدموا على يعني لا شوف راه نماذج التقارير راه بزاف وهاد هاد المحاور اللي عطيتكم دابا اللي تخدموا عليهم راه هما المهمين راه كل واحد الابداع ديالو كما نقول لكم كل واحد كيبقى الابداع ديالو شخصي راه يقدر انت واحد ما يشوف شي نموذج ولكن هادشي اللي قدمت دابا يقدر هو يصيب نموذج عن طريق هادشي الدابة دابا ويصايبو ويعطي فيه الابداع ويعطي واحد النموذج تقرير تدريب ميداني رائع متافقين داكشي علاش كنقول لك وواحد النقطه اضافيه كذلك إذا إيه كنتي مشيتي للتدريب ميداني وشاركتي في الانديه التربويه تضع تقرير على المشاركه في الانديه متافقين الحياه المدرسيه تضع تقرير على الحياه في الحياه المدرسيه تشك اي حاجه شوف اي حاجه درتيها في التدريب الميدانيه نشرحلك لك الدارجة. اي حاجه وضع على تقرير تكونوا متفقين باش هذاك التقرير ديال التدريب الميداني اللي غتصايب يكون متكامل يكون فيه كل شيء كما نقولوا ملخص اللي غنعاود لك دابا الصفحه الاولى راه كتكون الاسم ديالك عنوان تقرير تدريب ميداني مؤسسه عن سميت المؤسسه المركز اين مركز عندك فيه تدريب مركز جهوي للمهن التربيه والتكوين الفرع الاقليمي ولا مركز الرئيس الى غير ذلك متفقين آه يعني اللوغو الى غير ذلك كندوزو يعني كنعطي واحد التقديم كذلك فهراس آه آه كما كن يعني كي اللي كيعطي يعني سميتو تقديم بالنسبه للشكر وتقدير من بعد التقديم من بعد قبل من بطاقه وصفه داروا واحد الجدول في اسد المتدربين يعني استاذ اسم اساسي دال يعني الشهاده اللي حصل عليها السنه الى غير ذلك الى اضافه يعني بطاقه بطاقه شخصيه الاساسي ديال التدريب اللي في معك في المجموعه من بعد بطاقه واسفة المؤسسه بطاقه وصفه الوثائق التربويه الوثائق الاداريه بطاقه وصفه الوثائق الاداريه بطاقه واصفه للمهام وادوار المدير بطاقه واصفه للمهام وادوار الاستاذ متفقين من بعد غندوزو يعني الانشطه اللي قمت بهم خلال في القسم يعني التخطيط غتوضع انت عنوان كبير التخطيط يا غتوضع يعني التخطيط يعني اللي هتوضع. تدبير تقارير ديال التدبير متفقين التقويم اشنا هو درتي الا كان عندك تقويم يعني في الدرس شي مرحله التقويم غتوضع تقارير التقويم والنماذج اللي خدمتي عليهم في التقويم والتمارين كذلك الدعم أشنا هما الانشطه اللي خدمتي في الدعم وشنو هما التلاميذ اللي لقيتي مثلا متعترين تاخذ داخل واحد النسخه وتحطها تم في معاك في التقرير متفقين الحياه المدرسيه شنو خدمتي في الحياه المدرسيه توضع كذلك تقارير وصور كذلك في النوادي في النادي اللي خدمتي فيه النادي الصحي ولا النادي البيئي ولا النادي, النادي الرياضي غتوضع كذلك صور وتصدع تقرير متفقين هذا هو تصدق تقرير ديال التدريب الميداني نتمنى الشرح هنا الاعجاب ديالكم ونكون وصلت لكم المعلومات بطريقه سهله يعني يمكن نحاول أن نوصل لكم المعلومات باي طريقه المهم هو كل شيء فهمني هذا الشيء اللي كنبغي نتمنى كل شيء فهمني ونتمنى الفيديو نال الاعجاب ديالكم وكما كنقول لكم ما تنساوش الاعجاب وشي كومونتير يكون زوين يحفزنا ان شاء الله على الخدمه ودمتم بصحه جيده والى اللقاء والله يوفقكم بون كوراج